ده اوف حاجه للحشرات كده، بس ده بيترش بقى على الجسم. الصحراء عايزه سان بلوك. ده صابون كده ورق، صابونه ورق 2.5 جنيه. بلاستر مسكن طبعا، برنس المسكنات، كاتافاست، وايبس، باور بانك، هيدفون، بطاريات زيادة، كشاف. احنا قدامنا حوالي ساعة كده وهنسافر، هنتحرك، هنروح وادي الريان عشان ليلة راس شهب برشاويات. احنا وصلنا زوار عشان نرصد النهارده شهب البرشاويات. المكان هنا كامل هنا نظيفة جدا جدا ما شاء الله. زوار عشان الناس اللي بتخاف تطلع مثلا. دي الوجبة، فراخ رز سلطة. الساعة دلوقتي 9، لسه بعد بقى منتصف الليل ان شاء الله هنبدأ تظهر الشهب يعني في السماء. في كمية نجوم مش طبيعية فوقينا، حوالي كام نجم؟ ملايين. ما عدناش النجوم، حوالي مليون ملايين النجوم. شفنا كوكب زحل تلسكوب وبالعين المجرده كده شايفينه، وشايفين مارس يعني المريخ وزحل وعطارد والزهره، صح كده، والمشتري. وان شاء الله بقى بعد الساعه 12 هنبدا نرصد الشهب نفسها يعني، ويا رب القمر يخف شويه الضوء. ولعوا نار ورا عشان المارشميلو، هيشوي المارشميلو دلوقتي. مارشميلو. انا قاعد بص لك حاجه، عيني وراك خالص. الناموس هنا بقى الناموس برنس، يعني بصوا دي من الناموس، رغم ان احنا جايبين اوف. ده دي الوحيدة اللي طارت، سكاي لانتر الوحيدة اللي طارت. تلف كده لحد ما تبقى كده، وبعد كده الشمس هتشرق من الحتة دي، تمام؟ والمغربة هتفضل تلف لحد ما تغرب، هي تغرب كده، فكل حاجة في السماء بتشرق كده وتغرب كده. الحقيقة يعني موضوع الفلوج دي تحديدا مقصود بيه ان احنا او اني اخدكم في رحله كده بره الارض شويه، بره الواقع بتاعنا وبره الطريقه اللي احنا عايشين بيها والناس اللي احنا بنقابلهم والكون اللي احنا حصرنا نفسنا فيه، ونبص على الكون كله، نبص بره شويه، نبص فوق السماء
في اول السنه دي اللي احنا فيها دي كنت ابتديت اهتم بالموضوع ده شويه لما حصل زخه شهب اسمها ايتا الدلويات، والناس كتير من المهتمين بعلم الفلك في مصر اتكلموا عنها ولفتوا نظرنا ليها. بصراحه كانت تجربه حلوه جدا. يومها قعدت بقى في البلكونه وفرشت حاجتي وعملت نسكافيه وبتاع، وقعدت كده باصص للسماء، وبرغم الظروف الغير مناسبه لرؤيه الموضوع الحمد لله قعدت وشفت عدد لا باس به من الشهب يعني، وكانت تجربه ظريفه جدا. من ساعتها ابتديت احس ان الموضوع محتاج مننا شويه اهتمام، ان احنا نبص في السماء ونتعرف على الكون ده فيه ايه هي الحاجات اللي احنا حارمين نفسنا منها. وفعلا ده اللي حصل. ابتديت بقيت مثلا اعرف ان النهارده المريخ هيظهر جنب القمر مش عارف ايه، ومنازل اجري ابص عليه، المشترى مش عارف ايه، اروح ادور على اقرب مكان ليا اقدر اشوف منه كويس واشوف المشترى، وبعض الابلكيشنز بتاعت الموبايل زي سكاي ماب وسكاي فيو وحاجات كده هحطها لكم في الديسكريبشن. كنت ببص وارصد الحاجات دي بشكل فردي جدا وحاجه بسيطه جدا، يعني كنت انزل اطلع على الشارع مثلا في حته فاضيه كده وابص وارصد الحاجه دي وارجع البيت مبسوط جدا، حاسس ان انا يعني انت طول عمرك بتبص في السماء شايف حاجات منوره فاكرها نجوم وبس، لا دي نجوم وفي كواكب والنجوم دي بتشكل مجموعات نجميه وكل مجموعه نجميه ليها اسم وكل اسم له قصه فالموضوع كبير جدا، يعني حاجه في منتهى الروعه وحاجه فعلا تستحق الاهتمام. ومش بقول لك ده يبقى شغلك، انا مش هبقى عالم فلكي، يعني انا ما بحبش حتى اسمي، يعني بعض الناس بتقول لي انت بقيت فلكي ومش عارف، انا ما بحبش الحاجات دي. يعني انا شايف اني اهتمامي مقتصر على انه فعلا حاجه اساسيه انك تكون عارف ده، انت انسان ربنا سبحانه وتعالى خلقك في الكون وامرك بده في ايات عديده من القران. فاحنا مثلا دايما يعني لو انت اتفرجت على بعد ما تشوف البلوج دي وبعد ما تشوف الاكتيفيتيز الظريفه اللي احنا عملناها في الرحله دي وازاي قدرنا نرصد النجوم ونتفرج عليها وبتاع، انا مش قادر اوصف لك لان للاسف التصوير بيكون صعب جدا هناك وخصوصا الفيديو يعني. فانا حاولت اشوف بعض الناس اللي صورت او رصدت الظواهر دي وصورت الشهب بالكاميرات بتاعتها وبتاع، وهحط صورها في اخر الفيديو اتفرجوا عليها وشوفوا قد ايه جمال الكون ده. يكفي اني اقول لك انه انت قاعد احنا اقصى عدد من النجوم هنشوفه في السماء هنا في احسن حالات الانعدام التلوث الضوئي هنتكلم مثلا في حوالي 20 نجمه ولا حاجه، انت هناك بتشوف ملايين النجوم، مفيش مكان في السماء ما فيهوش نجمه، بتشوف ذراع المجره مجره درب التبانه بتشوفه يعني لايف كده قدامك في السماء، مش حاجه تقعد تحكي على حد يحكي لك عنها وحاجه بتسمع عنها طول عمرك وانت ما شفتهاش، لا بتشوفها لايف يعني حاجه في منتهى الروعه سبحان الله. يعني بتشوف السماء كما لم تراها من قبل، بتشوف نجوم بتبقى عارف ان ده كوكب المشتري، كوكب الزهره، كوكب زحل، كوكب عطارد، يعني كل الحاجات دي متاحة قدامك بتشوفها بعينك لو معاك تلسكوب. وتحديدا انا بفضل الحاجات دي يعني لو تقدر تطلع في رحلات تبع جمعيات فلكية زي ايسا وزي استرو تريبس مثلا على سبيل المثال، وشفشاون طبعا بتنظم رحلات كتيرة بالتعاون معاهم، فاطلع رحلات زي دي وتفرج وحاول يكون معاك متخصصين عشان يبقى فيه على الاقل تلسكوب تقدر تشوف الحاجات دي كويس. يعني احنا شفنا كوكب زحل بحلقاته كده لايف من خلال تلسكوب، شفنا رصدنا مجرة اندروميدا ودي مجرة تانية، يعني انت عايش جوه مجرة اللي هي مجرة درب التبانة وبتشوف مجرة تانية من جوه، يعني انت في حاجة فوق الوصف. انواع الشهب المختلفة اللي شفناها، شهب بتعدي سريعة وشهب صغيرة، شهب بتعلم في السماء مكان ما بتعدي، شهب مضيئة بتضيء، يعني في شهاب من الشهب وكان واحد بس نور الدنيا، يعني عدى نور الارض كده في ثانيه. الفلوجرز العرب شفت عندهم تقصير شويه في حاجات زي دي، مش تقصير يعني مش موجود عندهم حاجه زي كده. الاجانب هتلاقي اللي هم النورمال جدا، يعني ناس عاديه جدا، ناس عاديين جدا هتلاقيهم مصورين فيلوج مرتبطه بالموضوع ده، طالعين يرصدوا زاخه شهب معينه، بيرصدوا اي حاجه فلكيه، يعني الموضوع عندهم بياخدوه بجانب المتعه وجانب ان هو بيتفرج على الكون، لان يعني الكون ده ملكه، يعني انت موجود في الكون ده كله ربنا سبحانه وتعالى مسخره ليك، فاتفرج واستمتع وملي عينك وسيب الارض شويه وسيب الناس وسيب المشاكل والخناقات والفيسبوك وتويتر والقرف كله وروح اتفرج على جمال هذا الكون. ربنا سبحانه وتعالى ابدع هذه السماء بشكل لا تتصوره، انا ما شفتش في حياتي حاجه بالجمال ده الا لما رحت هناك فعلا وقعدت في الصحراء وبقى مني للسماء كده. خد معاك رفيق صديق ليك او زوجتك لو
لو متزوج هتبقى حاجه جميله جدا 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 وتجربه لطيفه. وطبعا بيبقى فيها مشاركه وتقعدوا كده كل شاب يعدي تقعدوا تقعدوا بتبتدوا تعدوا الشهب مع بعض وتستمتع بالتجربه جدا. انا شايف ان هي بصراحه واحده من الحاجات اللي انا افتقدتها على مدار حياتي. لو كنت اعرف اني اقدر اعمل ده من زمان كنت فعلا هسعى اني اعمل ده. فبجد ما تفوتوش التجربه دي وجربوها لان فيها يعني حاجة جميلة. الأجانب زي ما قلت بيستمتعوا بالحاجة دي بيعملوها على سبيل المتعة، إحنا نعملها على سبيل الاستمتاع وإن إحنا نخلي في حياتنا حاجة جديدة نستمتع بطريقة جديدة. مش محتاج تعمل أي مجهود عشان تحس بمتعة وبانبساط من يعني في, في, في خلال الرصد أو خلال إنك تتفرج على السماء. مفيش أي مجهود، أنت قاعد بتتفرج على ملايين النجوم وبتتفرج على الكواكب والمجموعات النجمية بتشوفها. يعني تشوف مجموعة نجمية اسمها الطير مثلا العرب كانوا مسمينها، تلاقي بقى حاجات العرب مسمينها وحاجاتها معمول عليها اساطير اغريقية. في مثلا مجموعة نجمية اسمها الثريا، المجموعة دي على شكل رقم 7 كده وبتتكون من 7 نجوم. كانوا بيقيسوا بيها العرب زمان قوة النظر، يعني يقف كده اللي يشوفهم 7 نجوم يبقى نظره قوي. فالتجربة حلوة، بتشوف حاجات وبتعرف تاريخ مرتبط بحاجات فلكية جميلة، وبتعرف ان العرب ازاي كانوا بيعيشوا في الصحراء وازاي كانوا بيعيشوا على ضوء القمر. احنا لحد الساعة 11 تقريبا لو انا فاكر صح قاعدين على ضوء القمر، القمر منور الصحراء. يعني لو قمت مشيت كده انت مش ماشي في ضلمة، شايف كل حاجة. فطبعا سبحان الله تصحى الصبح تاني يوم تلاقي السماء مفيش، كأن كان في فرح بالليل والمعازيم مشي والدنيا اتلمت وبقت صحراء فعلا. السماء كده في ثانية الصبح كده يطلع مفيش كواكب مفيش نجوم مفيش ميلكي واي مفيش اي حاجه، يعني كل حاجه بتمشي سبحان الله. والسماء تبقى فاضيه خالص، تطلع بقى بعد كده الشمس وتعيد سبحان الله. احنا قلنا ان الاجانب بيعملوها على سبيل المتعه والتجربه وكده، احنا نعمله على سبيل المتعه وسبيل التجربه وسبيل ان احنا يعني نروح حته جديده او نشوف مكان جديد، زائد انك بتتعبد لله سبحانه وتعالى، نوع من انواع الذكر. مش بس انك تذكر الله بلسانك كده، تذكر الله بقلبك، تذكر الله بالتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. مين هم أولي الألباب دول؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الناس عمالة تكتشف كل يوم حاجات وانت ما تعرفش اي حاجه، انت كل اللي تعرفه عن السماء الشمس والقمر. شكرا. حتى القمر ده ما تعرفش اشكاله، يعني مش فارق معاك يبقى هلال امتى ولا احدب، مش فارق معاك حاجه، المهم ان في قمر وخلاص. فبصراحه تجربه مهمه، حاجه مهمه جدا احنا نعرفها واولادنا يعرفوها من وهم صغيرين، يبتدوا يزرعوا فيهم الموضوع ده، لانه بصراحه بيفرق في الشخصيه، بيمنحك شخصيه احلى وإنسان أفضل ومسلم أفضل، لأنك بتتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى وبتعرف أن الله سبحانه وتعالى عظيم. ربنا سبحانه وتعالى يملك هذا الكون، قادر على كل شيء، عنده يعني خزائن السماوات والأرض. فأنت كائن صغير جدا فما تستبعدش أي حاجة نفسك فيها، ربنا سبحانه وتعالى يقدر يعمل لك أي حاجة، كل اللي نفسك فيه ربنا سبحانه وتعالى يقدر يعمله. أنت صغير قوي قوي قوي، يعني انت مش بتخيل كل حياتك والمشاكل والحاجات دي، لا ربنا سبحانه وتعالى يقدر يحل لك كل المشاكل، ربنا سبحانه وتعالى يقدر يرزقك من حيث لا تحتسب، لان الكون اكبر من كل ما تتصور، وان اللي ربنا خلقه اكتر من اللي انت متصوره، هو يعني قادر على كل شيء. يعني كل ما بتفهم الحاجات اللي ربنا خلقها دي وبتبدا تتفرج عليها وبتتاملها وتشوف عظمه ربنا سبحانه وتعالى تبدا تحس بالايمان اكتر وتحس اكتر بالطمانينه. يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.